برضو عايز اتكلم هنا في نقطة. دايما في الاعلام احنا هنا في الاعلام بيجي لنا اخبار وفي الاعداد بيجيب لنا اخبار وفي كل الصحف والمواقع وفي البرامج الرياضية في التلفزيون والقنوات الفضائية اخبار عن الزمالك. الزمالك ما دفعش فلوس مش عارف نور السيد، الزمالك ما دفعش فلوس صلاح سليمان، وكالة الاهرام هتدي الزمالك الفلوس ولا لا الباقية حسب الدورة التنشيطية، مش عارف، ما حدش بيجيب سيرة مثلا الاندية الاخرى. يعني في حاجات كتير جدا بتتقال، يعني الزمالك دايما، يعني انا ملاحظ كده وبقول الاخبار، اي خبر بيجي بقوله طبعا ما فيش مشكله خالص بالنسبه لنا، بنقول اي خبر على الزمالك على الاهلي، لكن دايما الزمالك يعني دلوقتي في الدوري كل الانديه بايعه لعيبه لانديه اخرى او معيره انديه للعيبه اخرى، ما بيحدش بيقول مثلا الاهلي لسه ما دفعش فلوس ام بي بتاعت وليد سليمان، كان وليد سليمان اتباع لنادي ام بي، طب هل النادي الاهلي دفع فلوس عبد الله السعيد، كمل فلوس عبد الله السعيد للاسماعيلي ولا لا؟ هل النادي الاهلي دفع فلوس محمد نجيب وكملها بتاعت اتحاد الشرطه؟ ما بنسمعش حاجه خالص، في تكتم، ودي حاجه كويسه على فكره، لكن برضو الانديه الثانيه بتبقى في اتصالات ما بينها مباشره مع اداره النادي الاهلي، لكن عكس نادي الزمالك، نادي الزمالك كل يوم في الجرايد او احنا في البرامج او في المواقع الالكترونيه صلاح سليمان النادي المحله غزل المحله ما خدش فلوسه وهيرفعوا شكوى ضد نادي الزمالك، نادي الجونه ما خدش فلوس في نور السيد وهيرفعوا شكوى ضد نادي الزمالك، اليكسيس مندومو لاعب نادي الافريقي التونسي الافريقي زعلان ومش عارف ايه، ما بقراش اي اخبار على الانديه الاخرى، مش بقول الاهلي بس، بقول الاهلي والانديه الاخرى، واديتكم امثله ان الاهلي عنده ثلاث لعيبه ومهمين جدا ولعيبه جت بفلوس كتير وبرده بالقسط او بشيكات اجله، محمد نجيب وليد سليمان، ما بنسمعش اي حاجه خالص، هل النادي الاهلي دفع قيمه اللعيبه دي ولا لسه؟ والنادي الاهلي برده ما بنسمعش التعاقد ما بينهم وبين وكاله الاهرام للاعلان، هل وكاله الاهرام للاعلان هتعمل ايه مع النادي الاهلي زي ما هتعمل ايه مع نادي الزمالك؟ برضو ما بنسمعش، بنسمع عن الزمالك بس، ان الاهرام الزمالك اللي ناقص له 10 مليون والاهرام مش هتدي له الفلوس عشان لسه هيقعدوا يتفقوا هيعملوا ايه في الوقت اللي جاي. المفروض الاهرام كمان متعاقده مع النادي الاهلي مقابل 140 مليون في 3 سنين، طب هيعملوا ايه مع النادي الاهلي؟ ما هو النادي الاهلي زي نادي الزمالك، هما الاثنين بيلعبوا في افريقيا ومفيش دوري، هيتعاملوا ازاي معاهم؟ فاتمنى يبقى برضو زي ما بنقول هنا نقول هنا، بس في النادي الاهلي المسؤولين بيقدروا يخبوا او يقدروا يتكتموا في اسرار شغلهم، ودي حاجه محترمه جدا. نادي الزمالك مش عايز اقول بيقولوا المجلس او كده بيقولوا بيطلعوا الكلام في، بالعكس المجلس اللي موجود دلوقتي بيحاول يعني الامور تبقى داخليه ما تبقى حاجات سريه، ده شغل، لكن الاعلام دايما بيكبر المشاكل على نادي الزمالك، وانا ملاحظ كده والله اعلم ممكن يكون كلامي غلط.